ينضم إلينا السيد شرحبيل الماضي، مفوض السياحة والشؤون الاقتصادية في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. أهلا ومرحبا بك معنا سيد شرحبيل. سأبدأ معك بالآمال على فتح المعابر، ما هو المردود الذي سيحصل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تحديدا وعلى الحركة السياحية بشكل عام؟ التقييمات الأولية لكم. شكرا سيدي الكريم، كل عام وأنتم بخير، رمضان كريم والحمد لله رب العالمين على أنه الوضع الوبائي الآن أصبح يعني بانخفاض ملموس والمنحنى يعني ذاهب باتجاه التسطح. يعني هذا قرار، طبعا نشكر دولة رئيس الوزراء والحكومة الرشيدة واللجان المختصة بهذا المجال، اللي يعني احنا من شهر تقريبا 8 الماضي واحنا في مفاوضات مع كل هذه الجهات على أمل أن يتم فتح المعابر الحدودية اللي كانت بالنسبة لنا مغذي رئيسي للقطاع السياحي، وخصوصا أن مدينة العقبة تستقبل ما يزيد عن 60% من مجموعاتها السياحية كانت من قبل من الأجانب. هذا يعني القرار كان بالنسبة للقطاع السياحي من مدينة العقبة كان يعني أشبه بالعيد، كون الحركة السياحية ستعاود مرة ثانية إلى مدينة العقبة من خلال السياحة العابرة، إذا كان نحكي من مصر أو من المملكة العربية السعودية أو من أهلنا في منطقة 48، فلسطين 48 والسواح العابرين من هذه المناطق. طبعا احنا بنتوقع انه خلال الأيام القليلة القادمة ان ننهي تطعيم كافة الكوادر السياحية في مدينة العقبة وخصوصا في الفنادق والمطاعم السياحية، حتى نستطيع أن نعطي المبرر الكافي لأصحاب القرار لفتح القطاعات كاملة بحلول عيد الفطر السعيد بإذن الله سبحانه وتعالى. عادة المعابر الحدودية في مدينة العقبة كانت تدخل إلى مدينة العقبة ما يزيد عن 30% من المجموعات السياحية، وهذا راح يعمل على تنشيط الحركة السياحية أولا والاقتصادية في مدينة العقبة والتجارية اللي عانت كثيرا خلال العام 2020 وبداية العام 2021، واللي إن شاء الله يعني أصبحت الآن بالعد التنازلي لعودة النشاط كما كان عليه سابقا. طيب لنعطي مبرر من صحة التعبير سيد شرحبيل، ومقارنة ما بين الوضع سابقا عندما كانت هذه المعابر مغلقة، الخسائر التي لحقت بقطاع السياحة وتحديدا في تقديراتكم في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كم كانت؟ والآن نتحدث عن 35%، التصريحات تتحدث عن عودة هذه الحركة السياحية بنشاط 35%، هل هو مبدئيا مقبول هذا الرقم وهذه النسبة؟ سيد الكريم، يعني حركة السياحة الداخلية في مدينة العقبة خلال 2021 نوعا ما كانت يعني بنفس المستوى السابق، إلا أنه يعني حظر يوم الجمعة أثر عليها. الأرقام بتقول كانت بنهاية 21 أنه نفس الأعداد اللي زارتنا ب 2019 زارتنا ب 2020، ولكن في المرحلة المقبلة الحركة السياحية راح تشهد نشاط أكبر، كون احنا الان مقبلين على الاعياد ومقبلين على انتهاء المدارس والجامعات، وهذا راح يكون بالنسبه لنا كمان مبرر اكبر. ولكن فيما يتعلق بالخسائر، يعني كل الدراسات اللي اصدرت عن مراكز الدراسات في المملكه العربيه الهاشميه عن القطاع السياحي اثبتت انه ما يزيد عن 85% من القطاع تضرر، ال 15% هذه يعني ممكن تعتبرها بعض الفنادق اللي الخمس نجوم اللي كانت تستقبل زوار من المملكة الأردنية الهاشمية وبعض الأخوة الأجانب العايشين في المملكة أو البعثات الدبلوماسية، ولكن بشكل عام كان هناك تأثر كبير للقطاع السياحي في مدينة العقبة، وكان هناك نوعا ما ضرر كبير لحق في كافة المنشآت السياحية بلا استثناء إلا البعض القليل جدا اللي نوعا ما اشتغل خلال فترة ما بعد شهر 6/2020 وخلال الأسبوع باستثناء أيام الحظر الشامل اللي هو يوم الجمعة. طيب السلطة تأمل بالانتهاء من ترتيبات إعادة الفتح قبل نهاية شهر رمضان وعلى أبواب العيد القادم، ما هي الترتيبات التي نتحدث عنها؟ هل هناك ترتيبات خاصة مرتبطة بظروف الوضع الوبائي والتحديدات أيضا فيما يتعلق بالصحة والسلامة العامة، خصوصا بأن العمل يتم مع مديرية صحة محافظة العقبة والجهات المسؤولة أيضا في القطاع الصحي؟
نعم صحيح سيد الكريم، البروتوكولات الخاصة بفتح المعابر البروتوكولات الدولية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ومن ثم لجنة الأوبئة في المملكة تتطلب منا انه يعني الأحد وحدوها في تطبيق هذه البروتوكولات، ولكن الأهم من ذلك ان هناك إجراءات يجب ان يتم الاتفاق عليها ما بين الأخوة في دول الجوار، ويعني حتى نستطيع أن ننسق عمليات الدخول والخروج بما يضمن صحة وسلامة العاملين في المعابر ويضمن صحة وسلامة مواطنينا بعد دخول الزوار والسواح. ولكن الأهم من ذلك أنه موضوع فتح المعابر كان هو خلينا نحكي الحدث الأهم وعلى الساحة السياحية خلال ال 48 ساعة الماضية، واللي إن شاء الله راح نتجاوز إجراءاته وتفاصيله بأسرع وقت ممكن حتى تعود الحياة مثل ما كانت في السابق إن شاء الله تعالى. هل هناك اشتراطات سيد شرحبيل لمن يريد القدوم والدخول إلى المملكة عبر هذه المعابر بأن يكون قد تلقى المطعوم الفيروس كورونا؟ هل هذا شرط؟ هل هناك اشتراطات لعمليات الفحص وغيره؟ نعم سيد الكريم، يعني كانت السلطة عندما قامت بالتنسيب إلى الجهات المختصة في رئاسة الوزراء وفي لجنة الأوبئة وزارة الصحة، أهم هذه الاشتراطات هو ضرورة حصول أي من الإخوة السواح الراغبين بعبور هذه المعابر بأن يكون متلقي اللقاح مرتين ويحمل شهادة أصولية مصادق عليها من قبل الجهات الصحية في بلد القدوم. طيب الآن بما أن هذه العملية تتم بالشراكة وانعكاسها سيكون على المجتمع وأهالي العقبة بشكل عام وتحديدا منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الشركات السياحية، مكاتب السياحة، هل لهم دور في هذه العملية؟ وكيف يتم التعاطي أيضا مع هذه العملية؟ وما هي الترتيبات الواجبة أيضا من شركات السياحة بالإضافة إلى المكاتب السياحية؟ سيدي الكريم، فور الإعلان عن القرار الحكيم اللي اتخذته الحكومة تم إعلان مكاتب وكلاء السياحة من خلال الجهات الإعلامية ومن خلال التواصل المباشر معهم، بضرورة متابعة ما يصدر عن السلطة وعن الحكومة طبعا أولا في هذا المجال، كل ما سيتم اعتماده من بروتوكولات خاصة وإجراءات لاستقبال السواح سيتم تعميمه بشكل مباشر لوكلاء السياحة العاملين اصلا بهذا المجال، يعني الوكلاء السياحه اللي بيعملوا على استقطاب السياحه من دول الجوار يعني معروفين لدينا ويتم التواصل معهم بشكل شبه يومي، وسيتم تعميم كل ما يصدر عن السلطه وعن لجنه الاوبئه وعن مديريه صحه العقبه اللي صدقا تقوم بمجهود كبير جدا بالتشارك مع محافظه العقبه في عمليه تطعيم القطاع السياحي. اليوم كان في هناك حملة ميدانية، كوادر مديرية الصحة ذهبت إلى الميدان إلى المنتجعات السياحية والفنادق، قامت بتطعيم العاملين في هذه الفنادق حتى وصل عدد المطاعيم تقريبا اليوم إلى 800 في عدد قليل من المنتجعات. هذه كلها الجهود اللي بنقوم فيها في منطقة الاقتصادية الخاصة هي جهود مشتركة يشارك فيها كل الجهات المختصة، إذا بنحكي عن محافظة، مديرية صحة، أجهزة أمنية، همها الوحيد هو عودة الحياة السياحية إلى ما كانت عليه قبل 18/3/2020. نعم، للتأكيد سيد شرحبيل فقط على هذه المعلومة، من يريد أي سائح يريد الدخول إلى المملكة عبر هذه المعابر يجب أن يكون قد تلقى المطعوم فيروس كورونا مرتين. نعم صحيح، نعم صحيح. هذا باشتراطات نعم حكومية. سيد الكريم، يعني هذا ما نستبنى به الى اللجان المختصه وما تم الموافقه عليه. طيب الان نتحدث عن بشكل عام الحركه السياحيه، ايضا دعما للحركه السياحيه ستنفذ حمله لتسويق المثلث الذهبي العقبه وادي رم البتراء، وكانت هناك تصريحات سابقه من وزاره السياحه بانه من الممكن ان تكون هذه المنطقه خاليه من فيروس كورونا، وان من يريد الدخول الى هذه المنطقه المثلث الذهبي ان يكون قد تلقى المطعوم وخالي من فيروس كورونا. حمله التسويق كيف ستبدا؟ ما هي الاتجاهات التي ستذهب اليها السلطه في هذا المجال؟ هل هناك محددات ايضا يتم الحديث عنها؟ سيدي الكريم، تنشيط الحركة السياحية وجذب السياحة الداخلية إلى منطقة العقبة ومنطقة المثلث الذهبي في مرحلة لاحقة، طبعا راح يكون في هناك مجموعة من الاشتراطات الخاصة وآلية الاستفادة من هذه
البرامج، حيث سيكون هناك دعم من خلال برنامج أردننا جنة أو برنامج كرنفال العقبة. هذه الحملة ستكون حملة شمولية، حملة يعني راح يكون فيها أنشطة كثيرة، أنشطة تتوائم مع متطلبات كورونا ومع الوضع الوبائي، وبما كمان يلبي حاجات الأخوة المواطنين والزوار إلى مدينة العقبة. ولكن بكل الظروف عودة الحياة إلى مدينة العقبة بحد ذاته هو كرنفال وهو نشاط، راح نلحظ توجه كبير من الإخوة المواطنين إلى مدينة العقبة في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله، وخصوصا ما بعد عيد الفطر السعيد. بالتوفيق، وأشكرك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المشاركة. السيد شرحبي الماضي، مفوض السياحة والشؤون الاقتصادية في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، شكرا لك.